أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: تقدمت إلى أحد البنوك من أجل شراء مكيفات وهم لا يملكونها وليس لديهم مستودع، ولكن قالوا إن كنت تريد إحضارها أحضرناها لك بدون أن تدفع شيئا، ثم لك الخيار بعد إحضاره. السؤال: هل أشتريها منهم أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس عندك. فإذا كان ما عند البائع ما هي عنده السلعة، فلا يجوز أنك تتفق معه، ما يجوز معك أنك تتفق معه على شرائها وهي غير موجودة ثم يذهب هو. وقولهم إن ما نلزمك وما أشبه ذلك، هذا كذب، هذا كذب. ما يروحون يشرون إلا هم مجودينك، ثبتين عليك واخذين منك نقود، هم أذهب منك، يروحون يشرون شيء وهم يقعد عندهم، هم رايحين يشرونها إلا طمع، ويثبتون ويأخذون توقيعك ويأخذون منك عربون. فقولهم إن ما نلزمك هذا من باب الكذب والتمويل. والحاصل أنه لا يجوز الذهاب إلى من ليس عنده سلع، لا البنوك ولا غيره، لا تذهب إلى أحد ما هي عنده السلع. نعم.